جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا سؤال طويل، بعض الشيء تقول: ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه؟ إنه لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، فما معنى المسيرة؟ معنى المسيرة المسافة، معنى المسيرة المسافة، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، من أجل أن يصونها ويحافظ عليها ويقطع الأطماع الفاسدة فيها، ولأن المرأة ضعيفة وعرضة للأخطار، فإذا كانت وحدها فإنها تضيع ويتسلط عليها الأشرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم، والمراد بالسفر ما يسمى سفرا في عرف الناس، جاء تحديده بيومين، وجاء تحديده بيوم وليلة، وجاء إطلاقه أيضا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. الحاصل أن ما يسمى سفرا فإنه لا يجوز لها إلا مع ذي محرم يصاحبها. وقد أراد رجل أن يغزو الجهاد في سبيل الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأته تريد الخروج للحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع الحج مع امرأتك. أرجعه من الجهاد والغزو. وسواء كان السفر على الأقدام أو على راحلة من الدواب أو على سيارة أو على طائرة، الرسول صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخص سفرا دون سفر ولا وسيلة دون وسيلة، وهذا يتناول السفر إلى يوم القيامة بأي وسيلة كان السفر، ولو كان بوسيلة سريعة أو بوسيلة بطيئة، كل ذلك تحتاج المرأة فيه إلى محرم يصاحبها، ولو سافرت في طيارة أو في سيارة أو مع ناس كثيرين، فإن ذلك لا يعفيها من مصاحبة المحرم الذي يكون معها ويقوم بحمايتها وصيانتها، وإذا احتاجت إليه فإنه يكون حاضرا من أجل أن يقوم بخدمتها فيما لا تستطيع مباشرته بنفسها. الحاصل أن مصاحبة المحرم للمرأة في سفرها أمر واجب، وسفرها بدون محرم حرام عليها بأي وسيلة كان ذلك السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا تأكيد بعد تأكيد. وإذا كان السفر إلى الحج وإلى بيت الله لا يجوز إلا بمحرم، فكيف بغيره؟ إذن فالمحرم متعين للمرأة في سفرها ولا يتساهل فيه، لأنها امرأة ضعيفة، والمحذور موجود في كل سفر تسافره وعلى أي وسيلة تسافر، المحذور موجود والعلة موجودة، فلا بد من مصاحبة المحرم. نعم.